واليوم طبعا نتأهل مرة تاني الاستاذ وضاح غصاين من رويال أباتش تيم ريالتي. يعني آخر مرة كنا هون استاذ وضاح حكينا عن اللويالتي وقديش الواحد كتير كتير مهم ليكون ملتزم مع الريال استيت ايجنت تبعه. بالضبط صحيح. بفتكر موضوع اليوم راح يفرجي او يخلي المستمعين يعرفوا ليش الالتزام كتير كتير مهم، لانه الالتزام مش هو خلص انا بعتك بيت او شريتك بيت وهي هي، في اشي كتير الواحد لازم يعمل لها حساب، بالضبط وفي بالضبط ناس ما بتعملها. اليوم موضوعنا يعني كتير كتير مهم، ما بنقدر نشد او نعمل بولد ليترز مثل ما بيقولوا بالانجليزي قد ما بالضبط فينا صحيح صحيح للهوم انسبكشن. صحيح، الهوم انسبكشن كتير مهم كتير واو. مهم، والناس كتير في احنا هلا بمرحلة في مالتيبل اوفرز في مناطق معينة. هلا في شخصين اتصلوا في على فكرة المرة الماضية قالوا لي انه وين يا عمي في مالتيبل اوفرز بأورلينز، في كذا واحد من اصحابي عارضين بيوت وبعدهم مش عارفين يبيعوهم. هلا في سببين لهيك، اوكي، يا اما البيت مش معروض بسعر مزبوط، اوكي، انا طبعا لا شفت البيوت ولا بعرف عن اي بيوت بيتكلم، بس انا بتكلم بشكل عام، يا اما البيوت مش معروضه بشكل مزبوط او بالسعر المزبوط، يعني مش معمول له ستيجنج مش مرتب. فهذه اورلينز بعدها ما فيها مالتيبل اوفرز زي بساوث اوتاوا وبويست اوتاوا وبطبعا سنتر اوتاوا. اورلينز بعدها ايست بعدها ستادي. طيب بس بدي اسال سؤال، اجمالا الشخص بس يستعين مع خبير مثل حضرتك والفريق تبعك، يعني انتم راح تعطوه المعلومات الكافيه لحتى يعني اولا 100%. يعرف قد ايه بده يحط سعر هالبيت، لانه يعني هلا ما في الواحد يطلب القمر اكيد اذا بيطلع له مثلا الكوكب اللي قبل الكوكب القمر اللي قبله. اللي قبل شو القمر في يعني شو 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 كوكب قبله قبله؟ هلا ما تسالني عن الساينس. اوكي لا انا عم بتعلم عن هلا الريل استيت. يلا ولا يهمك. بس عن جد يعني بنسمع كثير اشخاص يلي بتقول لك شو هيدي الهوم انسبكشن، تفتيش البيت، هيدي دافع مصاري على الفاضي $300 والله بسمعها كتير صدق، يعني بسمعها كتير، يعني دائما بقولوا لي يعني في كذا زبون عندي بقولوا لي، يعني بيجي بشوف البيت ما بيلاقي مشاكل في البيت، فبيجي بقول له اوكي والله بدي منك $300 $400 $500 اللي هو، فبيجي بقول لي بعدين الزبون بقول لي طب يا عمي اخذهم على الفاضي. طب هو لو لقى مشكلة في البيت وطلعناك من الديل كان ما قلت انه اخذهم على الفاضي. هو دائما الناس بتفكر انه لما تشوف الامور ماشية بطريقة سليمة وما فيش مشاكل وكل اشي تمام، دائما بتهيئ لها انه المبلغ هذا مدفوع مش في محله، بينما هو المبلغ مدفوع في محله، لانه لو صار انه في مشكلة وانكشفت المشكلة وقدرنا نخلي الزبون يتجنب هالبيت اللي فيها المشكلة او نرجع نتناقش بالسعر مع البايع، كان ساعتها بقول اه والله الحمد لله اني حطيت انسبكتر. انا اللي بيضحكني يعني معظم البيوت اللي عم تشترى $350,000 وبالطالع، فعاملين حساب $300 انه هذا شيء مش معقول. هلا عنا استاذ وضاح هون بأونتاريو وبمقاطعه كيبيك ايضا، الهوم انسبكتورز مجبورين يكونوا مرخصين، بالضبط، ومعناتها يعني بيجوا مع كواليفيكيشنز وعندهم خبره بهالموضوع هذا وبيعرفوا حالهم ومدربين وممرنين شو لازم يعملوا. بالضبط، هم لازم يكونوا لايسنسد. هم في هلا في كتير حتى ريجوليشن جديده طلعت كمان حتى من تورونتو انه they have to be licensed بالهوم انسبكشن. لو في لانه في كانت فتره قبل سنتين ثلاثه كانت نوت ريجوليتد كتير، فبتلاقي في يعني ناس مش كتير لايسنس ماخده كورس معين بمثلا ألغانكن كوليج او اشي، وبكونوش عندهم الاكشوال لايسنسينج بالASHI سيرتيفيكيشن، وبكونوش كمان مرخصين بالكنيديان اسوسيشن اوف هوم اند بروبرتي انسبكشن. فهدول مهم يكونوا مرخصين فيهم، واحنا عاده بننصح الناس انه يلاقوا انسبكتر يكون الباك جراوند تبعه سيفيل انجينير، فهذا طبعا بيعزز من خبرته. ومهم كتير يكون الانسبكتر عنده انشورنس. تخيل في انسبكتورز ما بيكون ما عندهم انشورنس، فاذا لا سمح الله صار في مشكله والانسبكتر عمل غلطه
بدك عشان تقدر تحاسبه إذا ما عنده إنشورانس صعب إنك تقدر تحاسبه. حضرتك أنتوا عندكم ليستة بالإشياء اللي لازم يسألها بالضبط الزبون لحتاني إنه يعني سأل the right questions ما بيقولوا كمان حتى توصل لشيء. ونحب نذكر كمان إنه الهوم إنسبكتور هو عم بيشتغل لصالح العبي بيشتري أكيد 100% إنه بده يعمل المستحيل لحتاني يبكل لك إياها ويطبق لك إياها بكل منيح. طيب في إشياء مثلا نحن ما بنفتكر فيها، الواحد بيطلع بالبيت بيشوفه كيف بيشوف الحيطان بيشوف السطح بيشوف اشياء بيشوف الباك يارد بيقول اوكي، بس مثلا اشياء مثل البلامينج الحنفيات والمجاري وكذا الواحد ما بيفتكر فيها حلو. بس هل الانسبكتور شغلته حلو 100%. هل البلامينج في عده شغلات احنا بننتبه لها. انتبه جيري، انا احيانا حتى انا لما بروح بشوف بيوت وبفرجي الزباين بيوت لاني انا شفت كتير انسبكتورز بيعملوا انسبكشن فصار عندي كتير خبره من هالموضوع ومن خلال الكورسات اللي دائما بناخدها. فلما كتير احيانا لما بروح بشوف بيوت بقول للزبون انه انتبه هذا البايبينج جالفانايزد بايبينج، هذا في عندك الومنيوم وايرنج، هذا في عندك كذا، هذا في عندك كذا، هذا حيكلفك كذا، هذا حيكلفك كذا، يعني بعطي له فكره مسبقه عن البيت بالضبط عن البيت ايش في عنده البيت شغلات ممكن تاثر كفاليو فبعطيه فكرة مسبقة. طبعا الانسبكتر احنا طبعا ما منحل محل الانسبكتر اكيد لا، بس من الخبرة منشوف كتير اشياء. بنرجع لسؤالك اللي هو تبع البلامينج، في واحدة من المشاكل اللي منشوفها بالبلامينج اللي هي البيوت اللي كانت مبنية بالستينات وبالسبعينات فيها نوع معين من البايب اسمه galvanized pipe، وهذا النوع البايبس بيصد من جوا، يعني انت بتلاقيه من برا شكله اوكي هو حديد يعني نوع من انواع المعادن فبيبلش يصدي من جوا، وكل ما بيصدي من جوا بتلاقيه بيسكر بيصير يسكر اكتر واكتر. تعرف كيف الواحد بكون مثلا عنده مشكلة بالشرايين وبيصير عنده دهون بالشرايين وبيسكر شرايينه بعيد الشرع عن السمعين؟ نفس الفكرة هذه لما يكون في galvanized piping في نوع معين من الانسبكشن لازم يصير. في انسبكتر معين بكون معه كاميرا بدخل الكاميرا بالبايب وبشوف البايب اذا مصدي من جوا ومسكر من جوا وقديش مسكر. هم احتمال كبير يكون مصدي من جوا لكن قديش بكون مسكر من جوا هذا لازم يشوف البايب. ومعظم في البيوت القديمة المبنية زمان بالستينات وبالسبعينات بأول السبعينات وبالستينات بالذات بالستينات البايب اللي بكون مشبوك بالبيت من البيت للسيتي بكون galvanized بكون مش مغير بعده. هذا ممكن برضو يعني ممكن تلاقي البايبس كلها اللي بالبيت نفسه تكون بلاستيك بس برا جاي بس برا المين السور سبلاي المين السيتي بتلاقيه galvanized بعده. هلا بعضهم طبعا عم بيغيروا البنية التحتية وغير بس بعد ما وصلوا لكل المناطق 100%. بس هلا اللي نذكر المستمعين تبعنا انه هيدي الاشياء كانت قانونية بالقبل كانت طبعاً ماشي طبعاً بس طبعاً. هلا مع الوقت لقوا انه لا البي سي في بايبس والاشياء من النوع احلى من هالجالفنايز وبلشوا ينقلون بس مش معناتها انه كل واحد بده ينقل بيته بس لا 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 لا, لا هي مش 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 هيلث هازارد ولا فيها خطورة على الصحة ولا اشي يعني بس هي انه اذا سكرت تعرف يعني سكرت البايبس عندك مش الشيء اللي بيفاجئني خي وضاح بهالبلد هون بالمنطقه قديش نحن يعني مثلا كان مناطق بالسابربز او غير بيبقى عندك بيت على شارع بعده على السبتك تانك وبيت تاني حده على السري سورس صحيح 100% يعني انه معمرين تقريبا نفس الوقت واحد قلب واحد ما بده يروح بالمصيف قدامك في سبتك تانك سبتك تانك. هلا هل هوم انسبكتور شغلته كمان يقعد يفحص هو في هوم انسبكتور وفي ممكن في بعض الهوم انسبكتورز هم بكونوا لايسنسد انهم يعملوا انسبكشن للسور لكن مش كلهم. فاذا كان البيت فيه سبتك سيستم لازم اكيد انه نتاكد انه الهوم انسبكتور هو عنده لايسنس انه يفحص السبتك سيستم. اذا ما عنده في انسبكتور تاني مختص بهالشغله للسبتك سيستم بيفحص السبتك سيستم. حتى في كمان في ابار المي اللي هي الويلز هدول برضو إلها انسبكتور تاني كمان برضو بيفحص الويل بشكل زاد. فتخيل اذا انت البيت مثلا اذا البيت عنده اويل تانك وعنده سبتك سيستم وعنده ويل او بير مي يعني
والبيت نفسه، يعني بتتكلم بدك 4 انسبكترز عشان يفحصوا البيت، كل واحد له اختصاصه. فاحنا دائما بننصح بالكلام، هيكلفك صحيح التوتال حوالي 1000 2000 دولار، لكن انت عم تضمن انه كل هاي الشغلات اللي في البيت بتكون سليمه. بنخاف من الألف والألفين دولار اللي رح نصرفهم على الانسبكشن قبل ما نشتري البيت، وبنفس الوقت ما نحط يمكن عقدهم على 3-4 مرات اذا لا سمح الله صار شيء فدنا على البيت وصرنا. انت تخيل يعني مثلا السبتك سيستم اذا كان خربان او بده تبديل بتتكلم عن 35,000 دولار، مش مزحه يعني. فانت بتسترخص تحط لك 500-600 دولار تتاكد اذا سبتك سيستم خربان او مش خربان، واذا خربان مش مشكله يعني، مش معناته انه لازم يطلع من الديل، بس على القليله بنقدر نرجع نحكي مع البايع ونقول له اسمع هذا سبتك خربان، يا بتبدله يا بتعطينا حقه يا بنتشارك بحقه احنا وانت، يعني في لها طرق شكلي مثل اي شينجلز او شيء الواحد يغيره يعمل ديل هو اياه وكذا منه. بالضبط. رح نرجع نتابع برنامجنا معك استاذ وضاح، رح ناخذ فاصل اعلاني شوي ونرجع نتابع برنامجنا. عم نحكي مع استاذ وضاح الغصين من رويال لاباج تيم ريلتي، وخليكم معنا لانه عندنا مواضيع كثير مهمه بالنسبه للهاوس انسبكشنز وبيع وشراء البيوت. خليكم معنا على تشين 97.9، وبنرجع نتابع برنامجنا معكم على تشين 97.9 درايف تو 5 مع الاستاذ وضاح غصين من رويال لاباج تيم ريلتي thevertexteam.com. استاذ وضاح، يعني قديش مهمة الواحد يعرف حاله شو عم بيشتري، صحيح يفوت بالمشروع مفتح عيناي أكيد. مش مغمضون ويتكل على الخبرة أكيد، لأنه إذا ما نتكل بس على إذا هف قلبنا لهالبيت لحاله ممكن هالهف يتكلفنا بتكلف ألف ألفين، وخصوصي ألف ألفين يا ريت ألف ألفين بتخش يعني بتكلف ألفين يعني بالنسبة قديش مهم الواحد يرفوت يكون فاهم ايش اللي عم بيشتري. بالضبط. هات لنا نشوف من الاشياء كمان يلي ممكن تصير وبتصير. اولا نسمع كتير عن البيوت يلي بقوا يستعملون جرو اب. جرو اب يعني يستعملون لزراعة المخدرات وغير الماريجوانا، هاو الماريجوانا واشياء هودي البيوت. اوكي بتفوت عليهم زرع الماريجوانا، استعمال الكهرباء، استعمال المي، تعمل مشاكل كتير بالبيت 100%. تعمل بتأثر على البيت، أول شيء الرطوبة. الرطوبة صح، ما هو شوف هم عشان بتنشرح للناس يعني إيش اللي كيف بتصير عملية هذه. أنا شايف بيوت يعني كانوا زرعين فيها وبعناها وعملنا ديسكلوجر أكيد، يعني كل إشي بسعره. هلا بدي أوقفك هون. أنت عملت ديسكلوجر لأنه أنت قانونيا مجبور تعمل ديسكلوجر 100%. بس هلا إذا رحنا للأشخاص اللي عم بتبيع برايفت والأشخاص اللي عم تشتري من برايفت، هذا هاي الخوف، صار عنده مشكلة الخوف. احنا دائما نشوف، احنا دائما لما يكون انا عندي مشتري وبدور على بيت دائما يعني نتأبى زي ما بقولوا البيوت اللي معروضة برايفت، لانه المشكلة البيوت المعروضة برايفت البايع ما فيك تضمن اذا بيعمل لك ديسكلوجر عن كل المشاكل اللي في البيت، واذا هو ما عم بيعمل ديسكلوجر عن كل المشاكل في البيت معناته بصير شطرت الانسبكتر انه يتأكد انه البيت نظيف ولا لا، فدائما في ريسك يعني. وصارت كذا مرة مع الناس اشترت برايفت من غير ما يستعملوا ايجنت يساعدهم يشتروا البيت، ومن يعني بيشتروا بنات بين بعضهم، والله بيجي الجاري بيتعرف على مثلا جان، انت عندك بيت؟ والله انا عندي بيت. اوكي يلا انا بشتري بيتك، وبيعملوا الديل. طب ايش عرف جيري انه هذا جان بيته ما كانش فيه جرو اب، ما كانش فيه مشاكل، شو الهيستوري تبع البيت؟ كتير مهم هذا، وكتير ناس بتغلطها وبتعمل ديل برايفت ديلز. انا بفضل لو معلش لو بتجيب ايجنت وخليه يعمل لك فحص على البيت نفسه، لانه احنا فينا نقدر نعرف اذا البيت كان فيه ريكورد اذا كان جرو اب ولا لا، لانه في بيوت بكون فلاجد مع السيتي بأوتاوا انه كان فيها ريكورد انه جرو اب، فينا نعرف من هالاشياء، فينا نعرف احيانا ممكن نقدر ناخذ معلومات مش دائما من البوليس ديبارتمنت كمان انه ممكن كان في هنا في باست بالبيت الفلاني او العلاني. نرجع لموضوعنا انه الجرو اب لما بنزرع البيت نبته المروانة بالذات بيعملوها احواض كبيره وبيعملوها ارفف، فهذه كلها الرطوبة عشان يسقوا الزراعة. هاي الرطوبة بتعرف الرطوبة بتفوت بالحيطان، بتفوت بالحيطان وبالدراي وول وبالخشب، فطبعا بيطلع زي ما بنقول العفن ببلش يطلع على الحيطان، وشفنا احنا بيوت كتير ضاربها العفن.
وفي ناس يعني برايفت سيلز للأسف بكونوا بيجي بكون مثلا عنده مستأجر، بلاش نقول هو يا أخي إنه اللي زارع، بكون عنده مستأجر زارع ماشي، عمل له هالضرب وزرع له بالبيت تبعه، فكشفه للمستأجر وطردوا المستأجر. طيب هلأ صار عنده بيت متلوت، فبجيب دهانين وبضربوا دهان وبيشيل هالأكل من بحاول يخبي وبيعرضوا برايفت، لأنه إذا عرضوا مع إيجنت الإيجنت طبعاً 100%. إحنا يعني في عنا خلفية، شوف هلا في إيجنت أكيد يعني مش كل الإيجنت زي بعض، بس معظم الإيجنت مفروض يعرف بدخل البيت في علامات معينة نطلع عليها، إحنا بنطلع على سويتش الكهرباء، بنطلع على الحيطان، بنطلع على بنشوف نسبة الرطوبة في البيت، وبنقدر نعرف من الإنسيليشن اللي موجود بالبيسمنت إذا كان في أي نوع من التلاعب أو في جرو أب مروانة، فإحنا بنطلع على الشغلات. فهو عشان هيك البرايفت إحنا دائما بنخاف منه، لأنه البرايفت لما بيروح للزبون يشتري برايفت ما فيك تضمن انه هذا البايع فعلا عم بيعطيك المعلومات المضبوطه ولا لا. هلا طبعا كمان مش بس الجرو اب يلي بتسبب العفوني، العفوني يعني صحيا من أسوأ اشياء ممكن يفوت عليها الواحد على البيت، خاصه اذا عنده اولاد. بالضبط، هذا شيء كتير كثير مهم. فالانسبكتور كمان بيلقط غير انواع العفوني يلي موجوده بالحيطان. بالزبط. بالنسبه للفحص الحيطان بالزبط. ما بيطلع على الحائط بعينه او بيدسه او شيء، في مكانات لها شيء، في 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 انسبكتورز وانسبكتورز، في انسبكتورز بتطلع على البيت بشكل فيجوال يعني بس بتطلع على الحيط، وفي عنده بكون ماكينه قياس رطوبه بيقيس الحيط وبشوف نسبه الرطوبه بالحيط. هذه ليفل معين انا اللي بتعامل معهم الانسبكتورز، في عندهم ماكينه انفراريد كاميرا بتطلع ورا الحيطان، بتشوف ايش في ورا الحيطان وبتشوف قديش نسبة العفونة والرطوبة وزي ما بقوله التغيير الحراري اللي برا ورا الحيط. وكتير احيانا من احنا بنطلع بالكاميرا بنشوف انه والله في فار في ورا الحيط. شوف طيب خليني لكن اسألك شيء، انت قلت بنتعامل معه فاذا انت هوني صيتك بالنص. ما طبعا فأنت طبعا عشان هيك انا عم بحاول اتعامل مع الاحسن مع يعني احسن يعني الناس الموجوده في اذا الطريق. مع خبرتك بالبدايه عندك اجاك مفتش بيت ما كان قد الحمله، انا في ناس انا في انسبكتورز طردت من البيت يعني رحت يعني في زبون قال لي لا انا بدي اجيب انسبكتور معرفتي، قلت له اوكي بس اتاكد انه يكون سيفل انجينير ولايسنس ومسجل بالاسوسيشن، قال لي اوكي ماشي. دخلنا البيت وجايب الانسبكتور تبعه، تعرفت عليه، دخل البيت وصار يعني زي ما تقول يعني صار يركض ركض بالبيت يعني، بس بده زي ما بنقول بشلفق شلفقة. فانا قلت له كان عنده موعد تاني ما بعرف ما I don't know. فانا I stopped him، قلت له I'm sorry you can't do the inspection، اطلع برا خلص. والباير استغرب بقول لي ليش، قلت له هذا يا زلمة بحياتي ما شفت انا انسبكتر بالشكل هذا. فانا بهمني طبعا لانه انا بالاخر يعني مسؤوليتي انا انه الزبون تبعي يكون مبسوط، سواء هو جايب انسبكتر عن طريقه او جايب حدا عن طريقي، انا لازم اتاكد انه الزبون تبعي 100% ما عنده اي مشاكل. ما هذا الصيت، هنا عم نحكي عن الصيت، الصيت كتير كتير مهم. واذا طبعا الريبيتيشن بتلحقك، الريبيتيشن دائما بتلحق الواحد. طيب بالاضافه للهاوس انسبكتر في هون كمان مسؤوليه العبيبيع. ايوه العبيبيع مثلا اذا عامل شغله او خبى شيء عن الشرة. بالضبط. هون بالزبط. في عنا قانون بأونتاريو يلي بيقول مجبور تعمل ديسكلوجر. في ديسكلوجر معين صحيح. اللي تعملها. صحيح. شو بيصير هلأ هون إذا هالبياع ما عمل ديسكلوجر، وكيف فينا نسحب هالديسكلوجر منه؟ أوكي، هذا في قبل حوالي 5 سنين كان في ستيتمنت معينة اسمها سيلر بروبرتي انفورميشن ستيتمنت، كانت متداولة كتير عنا بأونتاريو، وكنا دائما بنطلبها من البايع. وهي الستيتمنت فيها عدد من الاسئله، حوالي 60-70 سؤال. هل عمره كان عندك مشاكل بالروف؟ هل عنده كان عمرك مشاكل بالوايرنج؟ هل عمره كان عندك مشاكل بالكذا؟ وبيجاوب البايع. هاي الستيتمنتس كانت كتير مفيده لنا صراحه، بس اللي صار انه صارت الناس تستعملها بسوء نيه. فبيجي واحد بيعبي الورقه وبعطي للبايع للمشتري، والمشتري بيجي بيقرأها، وبعد ما يسكن بالبيت بيلاقي انه والله اوكي في والله الحنفية بتنقط، في مش عارف ايه شغلات تافهة يعني، بيمسك الورقة هذه وبيطلع فيها على المحكمة وبقاضي البايع. ف
فصار في مشكلة كبيرة بحكاية هاي الستيتمنت. فكتير من المحامين صاروا ينصحونا انه ما نخلي البايع يستعمل هاي الستيتمنت. فصرنا ايش نعمل؟ صرنا عشان ما نعملها بستيتمنت بالفورم بشكل هذا، صرنا نستعمل شطرتنا كايجنت نسأل الأسئلة هذه بطريقة غير مباشرة للبايع. هلا احنا بنتكلم عن شغلات بسيطة، يعني هل عمره كان عندك تنقيط بالسقف، هل عمره هذه شغلات يعني تصلح هذه. لكن الديسكلوجر المهم اللي لازم البايع يعلن عنه والليستنج ايجنت يعلن عنه، اللي هي الشغلات اللي ممكن تعمل ستيغما للبيت، يعني زي ما بنقول بالعربي يعني كيف بيصير البيت مشمس. فلما يصير البيت يعني عنده سمعة انه والله هذا البيت في حدا مقتول فيه، في كان مروانة، في كان في فلود إشي كبيرة، كان في فلود في البيسمنت. وإحنا في عنا إحنا أبليكيشن نستعمله، وطبعا بفلوس مش ببلاش، بس بستعمله أنا، بطلب ريبورت كامل من شركات الإنشورانس عشان نشوف إيش في مشاكل في البيت. وشركات الإنشورانس تعملنا فول ديسكلوجر انه، والشرطه كمان فول ديسكلوجر انه كان البيت هذا فيه فلود في البيسمنت وتصلح وكلف 20,000 وهكذا. فهذه بناخذ فول ديسكلوجر لكل الانفورميشن حتى لو البايع قرر ما يعطي المعلومات. يعني عم تفرجينا وعم توضح لنا قديش مهم الواحد يستعين بالخبير، يستعين بايجنت، يعني يستعين بانسبكتر اكيد، لحتى فعلا بتقولوا يمكن عم توفروا او بتفتكروا عم توفروا، بتكونوا فايتين بمغوصة طويلة عريضة إلى بداية وما إلى نهاية. هذه بالضبط بروح الناس بروح الناس بيحاولوا يشتروا عن طريق الليستنج ايجنت، على أساس إنه بقول لك أوه بتناقش معه بالسعر وممكن يعطيني سعر أحسن لأنه الايجنت وكذا. هذا يعني تفكير جدا خاطئ، لأنه الليستنج ايجنت يعني حكينا فيها المرة الماضية عن اللويالتي، الليستنج ايجنت ما مضطر يعمل ديسكلوجر لكتير شغلات. الباير ايجنت اللي هو اللي بيحمي المشتري، هو هذا زي ما بقول المسؤولية عليه، وهو المفروض يقدر يطلع كل هالمعلومات، فبتصير مسؤولية على ظهره أكيد. عم نتسمع على وضاح حسين من رويال أباش تيم ريالتي thevertexteam.com. الوقت تعبيركم، بس في شيء بدي أسألك عنه، لأنه هذيك المرة كنا عم نحكي عن السوق، سوق العقارات، كيف فانكوفر طلعت نزلت أو جمدت، تورونتو طلعت وهلا جمدت، ونحن هون عم نطلع. كان في مقال بالجريدة هالاسبوع الماضي قريته. حلو. عن مونتريال. طبعا مونتريال is the new secret city. انه بهالعقارات طبعا مونتريال من المدن الكبيرة، بس بفتكر ان هتعودنا على شيء، ببلشوا بتورونتو في لاسباب مبينة بيقمزوا علينا وبيروحوا دغري على المدن الكبيرة، بس كمان بنفس الوقت بفتكر اسعار اوتاوا ما بها شيء ابدا، اسعار اوتاوا كتير جامدة، وفي زي ما حكينا في مالتيبل اوفرز بعدة مناطق، عشان ما الناس تفهمنا غلط، لان في ناس زي ما قلت لك باول حلقة في ناس فهمتني يمكن غلط وقالت لي وين في مالتيبل اوفرز، انا بالمنطقة ما عندي، بس لا مش كل المناطق، اكيد مش كل المناطق، بس معظم مناطق اوتاوا فيها مالتيبل اوفرز واسعار عم تطلع بشكل ملحوظ. واوتاوا ما يعني مدينة ما بيستهان فيها، في عنا كتير حركة قوية صايرة باوتاوا مع النفق اللي عم بنعمل للال ار تي ترين، ومع الابل، شركة ابل عم تنقل على كناتا، يعني في 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 احداث عم بتصير واحداث قوية، واحنا هلا عدينا المليون يعني اكيد. بس هلا في شيء كمان لازم الواحد ينظر له تاريخيا، لنقول في ثلاث مناطق بأطوة كتير منيحة ومهمة وعبدالعان عم تشتري بيوت فيها. بالضبط. هالمنطقة الرابعة يعني ما أنا خلفهم بكتير، لانه بس تلاقي العالم هالبيت بالمنطقة الرابعة هو ذاته، البيت هو ذاته ارخص بلحقه طبعا. فاذا هاي المنطقه رح ترجع ترتفع مثل غير المنطقه. هو شوف في المناطق اللي كتير مطلوبه وبصير يرتفع سعرها وبصير not affordable للشخص العادي، بصير يطلع على المناطق اللي قبلها واللي قبلها. فيعني مع مرور الوقت بتلاقي اوتاوا كليتها وضعها صار كتير احسن بكتير. اكيد استاذ وضاح حسين، يعني ما بقدر اقول لك قد ايه انا شخصيا انبسطت وحسيت حالي استفدت من الفتره هذه، لانه فعلا يعني هالهوم انسبكشن سيجمنت ما بنعطيها الاهميه بس بكون عم اشتري بيت. بالضبط. لانه مفكر حالنا انه خلص، بس يعني فعلا
من أهم 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 أشياء الواحد بيقدر يعملها. وضاح غصين من The Royal Apache Team Realty TheVertexTeam.com، هنا عنوان الإلكتروني، عنوان الإلكتروني صحيح. شو تعرف على الفريق كله هونيكي وعندك، بس قلنا عمول معروف التليفون يلي بيتصلوا فيك دغري فورا، مش من سكرتيري لسكرتيري لسكرتيري، ولا يهمك تليفون وضاح غصين ولا يهمك. تليفوني 613-878-3041 وضاح غصين من رويال لابيج أو لاباج حسب، في ناس بالفرنسا لابيج حسب بالفرنسي أو بالإنجليزي. تيم ريالتي The Vertex Team.com 613-878-3041 that's 878-3041. شكرا كثير كثير لألك، وفعلا أنا استفدت، وصدقني تاني بيت مش رح حط بس مفتش، رح حط كذا مفتش، حاطط يفحصوا لي كل شيء لحتاني تريح راسك، الله يبعد الوجع الراس على الكل. شكرا لألك حبيبي، استسلم.